على كل متابعي ومشاهدي قناة سامرة الفضائية لبرنامجنا برنامج استراحة الظهيرة. مساء الخير على الزميلات في الاستوديو. مشاهدينا الكرام، اليوم حتكون جولتنا والمواطن العراقي. مثل ما تعرفون اليوم المواطن العراقي يعاني من هذا الموضوع اللي هي كثرة البطالة اللي موجودة بالعراق بشكل عام، وارتفاع درجات الحرارة وصلت 46 درجة مئوية. لكن لا حول ولا قوة، يقول لك أنا اليوم ما عندي تعيين، ما عندي رعاية، فمضطر إنه هاي عندي بسطية واسترزق من عدة، فهو هذا شغله. السلام عليكم. حجي شلونك؟ الله يحفظك، حياك الله. بما أن اليوم ارتفاع درجات الحرارة وصلت 46 درجة مئوية و45 درجة مئوية، اليوم عندك راتب رعاية؟ لا. شنو رأيك بالبطالة الموجودة، كثرة البطالة اليوم عندنا بالعراق؟ والله بطالة هواي بالعراق، لأن ماكو فرص عمل. ما تلقى فرص عمل هنا. اتوقع اليوم بعد قرار الموازنة اللي صارت راح يصير اكو تغييرات؟ ان شاء الله تصير تغييرات، اذا تنفتح التعيينات، هل العقود مثل يثبتونهم، تصير هاي الشغله. نعم. ان شاء الله تصير. ان شاء الله. شكرا لك، سلام عليكم. عمري. شو صحة؟ شو اخبارك؟ شلون امورك؟ الله يخليك حبيبي. شلون نشوف اليوم البطاله اللي عندنا بالعراق؟ كلش تعبانه. مدرج حيل تعبانه، المعدلات مرة يطلع احنا يشتغل حمال، فدناهم يعني الامور حيل تعبانه. أيه. الوضع حيل تعبان يعني ما يجي تاوب اجاوبك على كل شيء يعني. الوضع في ذنوب يوم على يوم جاي يصير تعبان الوضع حيل. يعني اليوم نشوف احنا ارتفاع درجات الحراره قويه كلش. ايه. ما عندكم انتم بس هذا الشغل؟ ما عندنا بس هاي المهنه. لا رعايه ولا شيء؟ ماكو بس هاي المهنه بيها نعيش بيها. شو ماكو؟ بس هاي المهنه. شلون صحة؟ والله على الله. شو اخبارك؟ والله يم الله. تشتغل؟ والله بيع شرك. ما عندك راتب رعاية ولا شغل؟ والله قدمت على رعاية بعد ما طلعت لي. ايه. اي والله. سويت معاملة وهاي بعد ما طلعت لي. خوش. اي والله. زين، هاي اليوم هناك شوف انت هنا موجودين، لا اخوي بيهم ثلاث ارباعهم خريجين. ثلاث ارباعهم اي. خوش. اي واخوي كبير خريج من معهد النفط ماكو تعيين له. ماكو تعيين. اي والله ميز مال شاي والله يبيع شاي برشيد. صار له فترة هواي. خريج شنو؟ خريج من معهد النفط ماكو تعيين. اي ماكو تعيين له. ماكو تعيين. اي والله. الله كريم. طلع له والله كريم. الله كريم. طبعا مشاهدينا الكرام تشوفون انه اكثر الشباب اللي موجودين هم ثلاث ارباعهم خريجين ما محصلين فرصه عمل، البطاله اللي موجوده بكثره. السلام عليكم. شلون صحتك؟ جيت بوقتك انت؟ شلون امورك؟ الحمد لله. اجينا اليوم ارتفاع درجات الحراره كلش عاليه. اليوم البطاله صارت عندنا بكثره، شنو حل انه راح نقضى على هالبطاله؟ ماكو غير بس نشتغل، شنو نسوي الحل؟ تشتغل انت؟ انا اشتغل على باب الله. رجال كاسب. رجال كاسب. ايه. اليوم نتوقع بعد قرار الموازنه راح يصير اكو فرص عمل للشباب؟ ان شاء الله خير. احنا نتامل الخير من الحكومه ونقول ان شاء الله خير. ان شاء الله. ان شاء الله خير. شكرا لك. اغاثي عمرك حبيبي حبيبي اغاثي. طبعا مشاهدينا الكرام اكيد بعدنا مستمرين وياكم بجولتنا لبرنامجنا برنامج استراحة الظهيرة مثل ما تشوفون. السلام عليكم. شلون صحة؟ شو اخبارك؟ شلون امورك؟ صار لك ايش قد تشتغل هنا؟ صار لي تقريبا فوق العشر سنين. عشر سنين، خريج؟ لا. ما مقيم دراسه؟ لا. اليوم هنا برايك ارتفاع درجات الحراره والتعب والحاره اللي موجود. ايه. والبطاله صارت عندنا بكثره. اكو اليوم حل موضوع البطاله؟ والله بيد الحكومه، غير الحكومه توفر عمل. بعد قرار الموازنه وشفنا تتوقع انه راح يصير اكو تغييرات؟ ان شاء الله تصير تغييرات، ان شاء الله يتوفر الشغل. متأملين بخير؟ إن شاء الله بلكي الله، هاي حكومتنا الجديدة تجي. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلون صحتك؟ أسلمك. شو رأيك بالبطالة الموجودة اللي عندنا اليوم وكثرتها ومحاربة الشباب هنا بأرزاقهم؟ والله هي الحالة بيها تحسن يعني قليل نوع ما، يعني بالنسبة لرئيس السيد رئيس الوزراء ده يشتغل يعني شهادة الله يعني عمله يدوب و ويتواصل ويا الناس يعني ان شاء الله نتامل اكو خير يعني ان شاء الله. اي بس تدريجي مو ان شاء الله. اي تدريجي. شكرا. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا الكرام انتهت جولتنا اليوم مع المواطن العراقي، اتمنى من الجهات المعنيه لحل موضوع ازمه البطاله اللي عندنا بالعراق، ومتاملين بخير ان شاء الله بعد قرار الموازنه. كل المواطنين العراقيين وكل الشباب يقول لك ان شاء الله خطوه خطوه والجاي ان شاء الله احسن. هاي عوده الى الزميلات في استوديو برنامج صراحة الظهيره، ولكم بتقديم خطاب القصاب والمصور ايمن الخالد، ولكم في امان الله.